السلام عليكم ورحمة الله. راح نستكمل كلامنا بهذا الموضوع وهذا الفيديو عن شابتر الانتي فنجل من الميديسنال كيمستري 2. سبق وتكلمنا عن مقدمة الانتي فنجل وكلمنا او ان اول واحد من الانتي فنجل اللي هو بيشتغل على السيل ممبرين اللي هو بيعمل فيها بورز اللي هم ادوية الامفيتيروسين والنيستاتين اللي هي البوريين. كلامنا راح يستمر هسه عن موضوع الازول اللي هو بيشتغل على الارجسترول بايوسينثيسيس انهبيتنج من خلال انه بيمنع تحول اللانوستيرول الى ارجسترول من خلال تثبيطه للفور الفا دي ميثيليز ارجسترول بايوسينثيسيس من خلال انه بيشتغل على سايتوكروم بي اللي بيشتغل على هذا الموضوع اللي بيعمل عمليه دي ميثيليشن. طبعا حكينا انه الازولز بتركيز المايكرو بتكون تايدل، ولكن احنا بنستعمله فعليا هو النانو اللي هو بيكون ستاتيك. حكينا كمان انه هو بالعاده بيكون سيلكتيف، او يعني السيلكتيفيتي تاعتهم بتخليهم مش كثير مضرين للخلايا الانسانيه، مع هيك في عندهم سايد افكت اللي هو راح يكون تثبيط للسيتوكروم بي كجزء من اليه عملهم، ما راح ياثر على الخلايا الانسانيه ولكن راح ياثر على السيتوكروم بي الموجود في الانسان. ممكن يكون في عندهم نوع من انزيم انهبيتنج، بس مش كل الادويه الازولز، فقط الاول جينيريشن خاصه كيتوكونازول. نبدا هذا الكلام عن الاسئله الخاص بالازولز وننهي كلام عن بقيه الادويه اللي بتشتغل على الارجسترول بايوسينثيسيس انهبيتنج، بس مش بشكل اكبر. اكثر شيء هو الكلام عن الازولز. الأسئلة الخاصة بالأزولز، أزولز بتمحور حسب على المكان اللي راح يشتغل، اللي هي الرينج الخاص بالإيمدازول رينج أو الأروماتيك رينج اللي هي بتنقسم إما إيمدازول اللي هي النوع الأول من الأزولز، أو النوع الثاني اللي بيحتوي على ترايازول رينج. بالنسبة للإيمدازول رينج فهي أروماتيك رينج تحتوي على مجموعتين أو ذرتين نيتروجين. واحدة من ذرتين النيتروجين قادرة على الارتباط، وهي ذرة النيتروجين الخارجية اللي جاي الدبل بوند مرتبطة فيها مباشرة، هي القادرة على الارتباط بشيء خارجي. اما ذرة النيتروجين اللي هي تيرشري امين اللي هي موجودة هون المرتبطة في المركب الاصلي، فعندها لومبير، هذا اللومبير الموجود عندها غير قادرة على استعماله لانه هو جزء من الريزونانس سيستم الخاص بالاروماتيك رينج اللي هي اصلا بتنتمي لها. فاول واحد من الاسئلة راح نحكي عنه هو الاروماتيك رينج الموجودة اللي بتحتوي على النيتروجين اللي هي هيتيروسايكليك. اول واحده رح نحكي عنهم هم مجموعه الهيتيروسايكليك، بهمنا انه هي المكان الاساسي للشغل، يعني هي اللي راح تشتغل، هي اللي راح ترتبط بالسيتوكروم بي من خلال انه السيتوكروم بي بيحتوي على مجموعات حديد اللي هي الهيم. فالنيتروجين راح ترتبط مع السيتوكروم بي، راح تعمل كومبلكس مع الحديد الموجود هناك او انها تهاجم الحديد الموجود في السيتوكروم بي وتثبط السيتوكروم بي اللي هو مسؤول عن عمليه تحويل اللانستيرول للارجسترول. بنضبط هاي العمليه ومنراكم اللانستيرول. اللانستيرول حكينا انه ممكن يرتبط في مكان الارجسترول ولكن بيؤدي الى تشوه في السيل ميمبرين، وبيؤدي الى زياده في البرميابيلتي للسيل ميمبرين ونقص للريجيديتي، وهذا الشيء بيؤدي الى السيل ديث. بالنسبه نكمل كلامنا عنه، الامايد نيتروجين في الايمدازول ممكن او انها تكون مثلا ان 3 في الايمدازول ممكن تكون رقمها 4 في الترايزول اللي بيكون فيها نيتروجينتين. الإيمدازول بيقدر يعمل رابطة واحدة مع السيتوكروم بي، الترايزول ممكن يعملوا رابطتين، ممكن يكون عندنا أكثر من رينج، فهذا الشيء كمان بيضاعف القدرة على التفاعل. إحنا هسه بنحكي مثلا اللي هي هي ترايزول، الترايزول مثل ما أنتم لاحظين إحنا في عندنا ثلاث نيتروجينات، واحدة منهم راح تكون مرتبطة في المركب بشكل أساسي مثلا، الثانيات راح يكونوا مرتبطين مباشرة قادرات إنهم يهاجموا الحديد أو يعملوا كومبلكس مع الحديد الموجود في السيتوكروم بي. نسترجع كلامنا هسه عن طبعا كل ما زاد عدد النيتروجين القادره على العمل الروابط اللي عندها الفري لومبير كل ما زاد الافايلبل بايندينج سايت مع السيتوكروم بي. نستكمل كلامنا هسه الاسئله الثانيه اللي هي المجموعه اكس، هاي اللي هي بالغالب تكون اروماتيك رينج. كل واحد من الانتي فانجل ازولز لازم يحتوي على تنتين اروماتيك رينج على الاقل، وواحده منهم على الاقل كمان لازم تحتوي على هالوجين مرتبط فيها. احنا هسه رح نحكي عن الاروماتيك الموجود هون، هاي يعني اهميتها في انها تكون مساعده على الامتصاص وكمان مساعده على الارتباط. طبعا حكينا هسه في عندنا الافكتيف ازول كومباوند بيكون في عنده سبستيتيوشن من الهيلايد موجوده في واحده من الاروماتيك التنتين. حكينا عنهم هي واحده ثانيه من الاس ار ان لارج نمبر بورشن اوف ذا مولكيول بتزيد النمبر ستيرويد بارت، عشان هيك ممكن انه مثلا نرتبط مع اللانوستيرويد. حكينا هسه الإيمدازول، حكينا ممكن نستبدله مع ترايازول، حكينا عنها هاي بتعطينا مثلا بتعطينا هاي بايند وذ لوور افينيتي تو ذا ماماليان سيل، بتبطل ترتبط مع الماماليان سيل، زائد انها بكون في عندها ليس اندوكراين انتي باتو توكسيسيتي، راح نحكي عنها هذا في واحد من المركبات اللي هو
في اتوقع بحفل اف فوما كورتيزول او اشي حنحكي عنه، اللي هو بيكون عنده ترايازول رينج، ما بيكون عنده اميدازول رينج. كان بشكل عام هيك عن الاس ار، بشكل عام عن كل الاس ار في هذا الستركشر. اول شيء عندنا الهيتيروسايكليك رينج، اما اميدازول او ترايزول بتكون محسنه. الاروماتيك رينج تنتين لازم يكون في، يعني على الاقل تنتين اروماتيك رينج، واحد منهم على الاقل لازم تكون بتحتوي على هالوجين او على هالوجين. يكون في عندنا نون بولر سايد عشان تساعد على الارتباط باللانوستيرول. ممكن يكونوا فلورين، ممكن يكونوا كلور، ما هيك احنا بس المهم انه ما يكونوش يعني يكونوا مجموعات هالوجين. احنا هسه بالنسبه للموست بوتن اللي هو فلورين، ممكن يكون فلورين ممكن يكون كلور، بس الاستراكشر اللي نحكي عنه بالعاده هو الكيتوكونازول كاول جنريشن. شوف اذا في شيء ضل، اذا حاولنا نعمل صحيح. بالنسبه للاديشن لازم يكونوا على البوزيشن 2 اند 4 اللي هي منطقه الميتا والعفر الاورثو والبارا. اذا حاولنا نضيف الكلور مثلا بهاي السايت ما راح يكون اكتف كومباوند، حاولنا نضيف الكلور بهاي السايت ما راح يكون اكتف كومباوند، لازم بهدول المنطقتين نمبر 2 كربون نمبر 2 اي 1 2 زائد الكربون نمبر 4 اللي المفروض عليهم سبستيوشن، اما 2 او 2 زائد 4. اذا حاولنا نحط مثلا 4 لحالها ما بينفع، 2 لحالها بينفع، 2 و4 بينفع، حاولنا نكون بثلاث ما بينفع، حاولنا نكون بخمسه ما بينفع، 6 ما بينفع. طبعا هذا بالنسبه للفارماسوتكس الخاص فيها، احنا ممكن يعني نستعملهم على شكل اوينتمنت عشان يكون اذا كان في عندنا الانفكشن في الشعر او يعني في جلده الشعر في جلده الراس عفوا، فممكن نستعمله كشكل شامبو او اوينتمنت او كريم. ممكن طبعا هاي كلها للديرماتولوجيكال انفكشن، اذا كان فقط الانفكشن بصير بالجلد ممكن نستعمل اي شيء بنعطى توبيكال. في عندنا كمان بقللوا هم هاي السايد افكت اللي حكينا عنها ان هم بيهاجموا السيتوكروم بي، فممكن يعملوا انزيم انهبيتنج. هذا الانزيم انهبيتنج ممكن يعمل ديكريز لعمليه الميتابوليزم لادويه كثير، فهذا الشيء ممكن يزيد من التوكسيسيتي الخاصه فيها. الازولز انتي فانجل والايثر اكسسيف اللي ممكن يحصل لهم فيرست باس افكت الناتج عنه، هذا الشيء راح يحصل ما راح يحصل يعني ما راح تكون اكتف، عشان احنا ما بناخذه اورالي بشكل عام. كان بالسابق ما كان ياخذ اورالي لانه كان يحصل له ميتابوليزم بشكل عالي. شغله ثانيه انه لما كان افكت كان يعطي هاي توكسيك كريزلت، ولكن حاليا تم عمل تحسينات قللت من هاي الامور، صار ممكن يعطوها اورالي، وكمان قللت من السايد افكت اللي له اللي هي كانت تتمحور بحيث انه يكون هايلي انزيم انهبيتنج زائد بيعمل هيباتوتوكسيسيتي وبيعمل كمان اندوكراين سايد افكت. اول واحد اللي هو اول جنريشن اللي هو كان كيتوكانازول، حكينا بيحتوي على الاقل لازم يكون في عنده مجموعه الاروماتيك اللي هي بس هي طبعا كبيره، يعني مش مثل ما كنا متخيلينها بالنسبه للاكس، هي ممكن تكون اي مركب كبير، المهم انه يكون اروماتيك. بالنسبه للرينج الثاني حكينا انها لازم يكون عليها هالايد موجود عليها كلور. الرينج اللي عامله الهيتيروسايكليك اكشن اللي هي ايميدازول رينج، فعندها one side of binding اللي هي النيتروجين اللي عندها free lone pair، ارتبطت مع الحديد الموجود في ال 14 alpha dimethylase هيم الموجود في السيتوكروم بي. هاي هي آلية ارتباطها. احنا لما يجي يسألنا عن mechanism of action أو mechanism of binding نرسم فقط هاي الجزئية اللي هي الأروماتيك الهيتيروسايكليك رينج مع إنه في عندنا مجموعات حديد تم الارتباط عليها. مثال ثاني اللي هي احنا بنحكي عن كيف يجي ارسم، افرض اجانا مركب عنده أربع نيتروجينات، هو مش موجود احنا عندنا ثلاثة، بهمنا انه بكون واحده منهم هي راح تكون مرتبطه مع المركب اللي هي النيتروجين، هاي بتكون غير قابله للعمل شيء يعني مش عامله روابط، واي نيتروجين ثانيه بتكون عامله روابط مع هيم جروب اللي جاي من السيتوكروم بي وبتضبطها. فمثلا اذا كان عنده اربع نيتروجينات بيعمل ثلاث روابط، عنده تنتين بيعمل واحده، عنده ثلاثه مثل الترايزول بيعمل رابطين. نرجع للسيتوكروم، نرجع للكيتوكانازول. الكيتوكانازول بيحتاج يكون في عنده لو بي اتش اللي هو بيحتاج اسيديك ميديا عشان يحصل له ابزوربشن، وكمان بيحتاج اسيديك ميديا عشان يشتغل. فاذا كان في عندنا انتسيد او اي شيء بيرفع البي اتش وبيقلل من حموضه المعده ما راح يحصل له امتصاص، عشان هيك هو كونترا انديكيتد وذ او عنده مع الانتسيد، او انه لازم على الاقل انه نغير ادويه او انه نعطي بينهم مسافه. يعني اذا ما بنستطيع ناخذ كيتوكونازول معه نغير كيتوكونازول، او انه نغير في فتره الاعطاء ما ناخذهم مع بعض بحيث نسمح يكون في عندنا البي اتش رجعت تكون لو عشان يقدر الكيتوكونازول يتم امتصاصه. حكينا انه بيحصل له ميتابوليزم بشكل قوي جدا،
فعشان هيك هو بعطينا ان اكتيفيشن، فاحنا حتى لو اعطينا دوز قليله اللي هي السيف دوز ما راح يشتغل لانه راح يحصل له ان اكتيفيشن بسرعه. لو اعطينا دوز عاليه راح يسبب عندنا مشكله وراح يسبب سايد افكت عالي. واحد من اهم السايد افكت حكينا انه بيعمل انزيم انهبيتنج، فهذا الشيء راح يكون خطير على الادويه اللي عندها نارو ثيرابيوتيك اندكس واللي بتتعارض واللي مع الكيتوكانازول من خلال انه بيحصل لها ميتابوليزم بالسيتوكروم بي اللي ثبطه الكيتوكانازول، فبزيد تركيزها في الجسم وهي نارو ثيرابيوتيك اندكس فبتصير مور توكسيك. هذا بالنسبه لموضوع الميتابوليزم، بهمنا بس انه بعطينا ان اكتيف ميتابولايت. الاتراكنازول صار في عنده ترايازول رينج، صار في عنده تو بايندينج سايت، صار في عنده تو بوسيبيليتي تو بايند تو ذا هيم جروب اوف ذا سيتوكروم بي. صار في عنده الاتراكنازول كمان بيعتمد على وجود الطعام او على السمك بي اتش، فاذا كان في عندنا فاتي فود راح يزيد امتصاصه. شغله ثانيه، سمك بي اتش لازم تكون اسيديك بي اتش. هاي مجموعه الاروماتيك اللي حكينا عنها، المجموعه الاضافيه، وهي الجزء الخاص اللي هي الجزء الاروماتيك، هاي جزء الاروماتيك الثاني اللي بتحتوي على الهالوجين. فلوكانازول هو هذا اللي كنا نحكي عنه، فلوكانازول اللي هو تحسن له واحد من احسن المركبات، صار في عنده تنتين، واحده ايمادازول واحده ترايازول، فصار في عنده امكانيه يرتبط من خلال ثاني يرتبط عنده، هاي عنده نيتروجين ممكن يرتبط من هون، ممكن يرتبط من هون، ممكن يرتبط من هون، ممكن يرتبط من هون، لانه هنا نيتروجينتين فري، يعني مكان الارتباط تاع الايمادازول الموجود عند الرينج هاي فري بوزيشن، يعني تنتيناتهم عندهم فري بايندينج سايت، وعنده هون الترايازول عنده فري بايندينج سايت، فكمان كان عندنا بالاخير في عندنا فور بوسيبيليتي عشان انه يرتبط. بعدين هاي ترايازول كمان فيه نيتروجين ناقصه. نكمل كلامنا عن الفلوكانازول، ممكن يعبر الكروس بلاد برين بارير بسبب انه عنده تنتين فلور. لا هذا ما راح يعبره فعليا نوت ويل نوت كروس، فعشان يكون ما عنده سي ان اس سايد افكت. عنده باي افايلابيلتي، طبعا اور باي افايلابيلتي بسبب وجود الفلور. ما بتاثرش بالسمك بي اتش، عشان الشيء هذا شيء ايجابي. ما بيعملش انهبيتنج للسيتوكروم بي اللي هي ليفر انزيم، فعشان هيك ممكن ناخذه مع المرضى اللي بياخذوا ادويه مهمه كثير للمريض، وبنفس الوقت كانت تتعارض مع موضوع الكيتوكونازول، فهسه صار دراج اوف تشويز للناس اللي عندهم يعني اكثر من دواء بنفس الوقت. كمان شغله ثانيه انه عنده لونج ديوريشن لانه تنتين فلور، فبضل مرتبط. حكينا الفلورين لها مور بوتنسي وبتكون لابوفلستي احسن من الكلور، فهذا الشيء بيزيد اللونج بيزيد يعني اللونج ديوريشن تاعه، يعني بخليه لونجر ديوريشن. طبعا كيف نخليه احنا ذائب في الماء عشان الاي في؟ من خلال انه حطوا فيه عنده او اتش، هاي خلته مور بولر. طبعا ليش استعمال الفلوكانازول اكثر من غيره؟ السبب انه الفلوكانازول بيثبطش الادويه الثانيه، فعشان ممكن نعطيه لمرضى السرطان اللي يعني المرضى اللي عندهم فانجاي انفكشن وبنفس الوقت هم مرضى سرطان، لانه الكيتوكانازول كان يتعارض مع ادويه السرطان والفلوكانازول ما راح يتعارض معها، فهذا الشيء بيكون كويس. حكينا عن موضوع عنده تو بوراترايزول وفي عنده كمان او اتش، بتخليه جاهز عشان نعمل له يعني هاي او اتش موجوده هون، فممكن ينعطى في الاي في. نرجع مرة ثانية لموضوع فلوكانازول وموضوع الأروماتيك لأماكن الارتباط، في عنده تنتين ترايزول رينج، تنتين ترايزول رينج عندهم تو نيتروجين فري عشان يكون بايندينج، فعنده كل واحدة منهم عندها مكانين للارتباط مع الهيم جروب اوف سيتوكروم بي أو الـ 14 ألفا. هذول بالأخير بكون في عندنا أربع أماكن ممكن للارتباط. كيف ممكن يحصل هسا ريزيستنس على الأزول؟ ممكن يحصل ريزيستنس على الازول، ممكن يحصل ميوتيشن في ال 14 الفا دي ميثيليز اللي بيرتبط فيه الازول، فببطل يرتبط فيها. شغله ثانيه، بصير افلكس لهي المركبات من خلال اي تي بي بايندينج كاسكيت فكاسيت، فالدواء بيدخل على الخليه وبنفس الوقت الخليه الفانجاي بتطلعه خارج الخليه، فما بياثرش. بتزيد البرودكشن اوف 14 الفا دي ميثيليز، فهذا الشيء احنا بكون في عندنا نوع من انه مهما عمل الكيتوكانازول انهبيتنج الها، رح يضل في عندنا كميه قادره الها تعمل الرياكشن وتمشي الرياكشن الخاص بالديميثيليشن اوف لانوستيرول وتعطينا ارجسترول كناتج. هاي كلها عمليات ريزيستنس. اخر موضوع اللي هو اليلاماين، اليلاماين مو مشروح كثير، فقط مهم نعرف انه اليه عمله انه بيعمل انهبيشنج لعمليه تحول السكوالين لسكوالين ايبوكسايد من خلال انه بنعمل انهبيتنج لسكوالين ايبوكسيديز
الانزيم اللي بيحول سكوالين لسكوالين ايبوكسايد. لما ثبطنا السكوالين ايبوكسيديز ضل السكوالين، احنا كان في عندنا سكوالين مثلا بدنا نخليه مثلا احنا سكوالين ايبوكسايد. فاللي صار ان احنا ثبطنا وقفنا هاي العمليه، لما وقفنا هاي العمليه بطل في عندنا ناتج اللي هو سكوالين ايبوكسايد، ضل في عندنا كثير سكوالين. السكوالين تراكم داخل الخليه، السكوالين كان توكسيك للخليه فسبب عندنا سيل ديث. الشغله الثانيه اللي صارت انه الارجسترول اللي هو بيجي بعد هاي الخطوه اللي هي تكون او بعد ما تكون السكوالين ايبوكسايد عده خطوات، بعدين بتكون لانوسترول، بعدين عده خطوات، بعدين بتكون الارجسترول. هاي العمليه ما تمت، فكمان بطل في عندنا سكوالين، بطل عندنا ارجسترول سينثيسيس، فصار في عندنا طريقه ثانيه للتثبيط. اول واحده حكينا ديكريز سيرال كونتنت اوف ذا فانجاي سيل ميمبرين اللي هي عدم تكون الارجسترول، الشغله الثانيه انكريز سكوالين ديسبوزيشن واللي هو اصلا توكسيك ان هاي اماونت نفس الفانجاي سيل. فهي هيك بكون في عندنا طريقتين لموت الخليه الفانجاي باعتماد على هاي الادويه. طبعا هم سيلكتيف لانه يعني عندهم لور افينيتي تو ماليان سكوالين اوكسيديز، فعشان هيك هي ما لهاش نفس السايد افكت الخاص بالازولز اخف يعني. وهم طبعا لايبوفيليك ستراكشر. بالنسبه لموضوع الجريس فلافين مو كان مطلوب كثير يعني ما انشرحش، وكمان السلايد اللي كان فيه انه كان الدكتور يعني اخر سلايدتين ما شرحهم الدكتور، هذا ما مو كثير مهم. ولكن الجريس فولفين بيشتغل على السبيندلز بعمليه الميوسز في عنا الخليه. الفنجاي بيكون من كل طرف بيكون عامل سبيندل عشان تعمل تسحب الكروموسومات لكل طرف بيسحب الكروموسومات عشان بالاخير يكون في عنا خليتين ناتجات. فعملية هاي الدواء بيثبط عملية تكون السبيندلز. لما تثبط عملية السبيندلز اللي تكونها انها تكون جاي على الاطراف بنثبط عملية الميوسيس، فبنثبط التكاثر الخاص بالفانجاي سيل. فهو فانجاي ستاتيك لانه بيثبط عملية النمو لو جريس فولبن. بالنسبة للالماين هاي المعلومات فقط المهمة، السادة تحت الدكتور ما شرحها، ولكن كان اهم السادة تحت فقط انه في عنا مركبات جديدة صارت اي في على شكل املاح، لانه المركبات اللي في الفوق الالماين هم اللايبوفيليك. حد هون الكلام ان شاء الله، ويعني اذا كان في وقت نكمل في الانتي فايرال. بشكل سريع نعيد المعلومات المهمه في هذا الشابتر. كان ان احنا بنضبط الفانجاي انفكشن اللي هو بالاساس سهل الجهاز المناعه في الانسان يدمره، مع هيك في بعض السيستميك فانجاي انفكشن صعب يتعامل معهم جهاز المناعه، زائد مرضى السرطان او الاميونو سبريسنت اللي بياخذوا ادويه مضبطه للمناعه صعب ياخذوا، صعب يتعامل جهاز مناعتهم لحاله مع المرض فنعطيهم ادويه. كان عندنا طريقه الادويه اللي بتهمنا هي الامفوتيريسين والنياسين والجريسولفين اللي هم ممكن يكونوا بوليين. الجريسولفين مش بوليين، هو من الالماين. الازولز اللي هم ممكن يكون ايمادازول او ترايازول ديريفاتيفز. الالماين حكينا عنهم، اللي بيهمنا هو تيربينافين والتولنا فليت، هذول اللي هم اللي كانوا موجودين في السلايد مش موجودين انا مش مصورها. في عندنا الكايتين سينثيسيس، في حال كان في عندنا كايتين في الخليه. اول واحد بوليين بيعتمد على انه يكون في عندنا تو ريجن، واحده لايبوفيليك واحده هيدروفيليك، بيعمل هيدروفيليك شانل بتخلي في عندنا الكترولايت امبالانس وتخلي الووتر يدخل ان بتعمل بيست الخليه، ووتر اوت بيعمل شرينكينج للخليه. اللي بعده كان عملية تثبيط صناعة الارجسترول اللي هو مهم في السيل وول الخاص بالخلية الفنجاي. في عنا الازولز اللي كانت تثبط عملية تكوين الارجسترول من اللانوستيرول من خلال انها بتشتغل على سايت كروم بي، وهذا الشيء ادى انه يكون في عندها سايد افكت على سايت كروم بي. في منها كيتوكانازول، في منها اتروكانازول وفلوكانازول. حكى الفلوكانازول هو احسن واحد. بدي اصحح موضوع اخير انه الفلوكانازول بيشتغل على الكود كروس بلود برين بارير، لانه يستعمل منجايتس بسبب انه في عنده تو تريد مجموعتين الترايازول اللي هم هايلي بولر مع مجموعه الاوتش اللي بتخليه يختار يسمع، زائد يعني هو يعني زي ما تحكوا انه في عنده الشغلتين، عنده لايبوفيليسيتي وعنده بولاريتي. لايبوفيليسيتي جاي من الفلور اللي نضاف بدل الفلور اللي خلاه احسن. وموضوع الدوبانو في الاي في بسبب انه في هو بولر اصلا بسبب التو ترايازول رينج زائد الاوتش. التو ترايازول رينج بيوفروا لنا اربع احتمالات ممكن للارتباط مع الهيم جروب، فبعطينا هايلي افكتيف ريزلت. ريزيستنس ممكن يحسب انه يحصل ميوتيشن لمكان ارتباطه، ممكن يحصل له افلكس، او ممكن الخليه تزيد الانزيم المسؤول عن عمل الارجسترول. اخر شيء كان هم السكوالين الالماين اللي هم سكوالين كمان من سكوالين سينثيسيس انهبيتنج، من خلال انها بتشتغل على منع السكوال، من خلال انها بتشتغل على السكوالين اوكسايد انهبيتنج، من
خلال أن تمنع السكوالين إيبوكسيديز من أنه يشتغل، فمنح السكوالين إيبوكسيديز براكم سكوالين اللي هو أصلا توكسيك للخلية، زائد بيمنع الأوجسترول يتكون. آخر واحد كان الجريس فولوفين بيشتغل كفانجاي ستاتيك من خلال أنه بيمنع السبيندلز الموجودة في الأطراف أنها تعمل مايكروتيبيول لها عشان تعمل مايوسيس، فبنمنع مايوسيس فبنمنع الانتشار وتكاثر الخلايا. حد هون الكلام، موافقين إن شاء الله.